قرب بدا بنا مواحي راني شي تعجبنا كيستعدد الحياه يبدا بنا مفقدين يدوك اخو قتواريين كنستعضوهم زوج وشنو وين نخو اني التسعينات وشنو وين وافي نيتو دابا حاليا باش نمشي للبلاد ما عنديش امكانيات لا ما عنديش امكانيات والو ولا ليش نحشت ما ليش تصبحك الجوع اروح 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 الزالي وذا المشاهدين السلام عليكم زوار ومتتبعي موقع نادور سيتي عز نجن السرام ضم قراني كنيو سيدنا رمضان على الابواب وسيقي موالو ان شاء الله اخنا في استغفار بصحة الدر هنا مرة من نتمنى جميعا اسقسي نغنهارا نخزاي مزاغ النضاء ما دينش ني جني عز خور نسن تو غا حداج انت كيسني يستعدو رمضان ولكن الظروف واش تسمحش باش نزا التفاعل نسنا كينغ قيمة كينغ ارنكا سفياني نوش ني جنزي الحباب نش ني غزك ندوك نش تو غا تمني ذاكي كيستعدو رمضان الظروف واش سبحان الله عمر بيلبا واه عمر بيلبا حس قومي وتزريد ايوا شي نغ من الاخر واخا تملت مش مسار خوت عزوز كي كيستعدوا رمضان قرب بدا بنا مواحي راني شي تعجبنا كيستعدد الحياه ويبدا يصبح انا غمين ديت واحد باش ولا ديت نحشت ما ديت الصباح كل جوع اروح 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 الزالي وذا المشاهدين اروح اروح من داك يصبح انا عمر السي عمر نفس سقسي تو غادي نشاني جنت خص داك كيستعدوا رمضان واتو في الشعر بس قشط قشط رعرع مين دايزي الصباح وراديش نعاش والله الا وراديش حاج تبيل هذا واش تفد وراديش حاج وما اتفق مجاري والله ما اتفق بيك اغاش احسن اصدقاء هي خمت تير سنان واحرين والسنان خفنتنا ونخرف فضيحه فضيحه هذا كي قرا رمضان واجبو شحال نفضيح صحا صرف ريح جاران غوجبو جاي ودان جارانا اخويا اني نقص صفا جاي ودان المهم اهم حاجه هي نشي نتفهم بوكي وانحري غندور الصباح يمكن وانت مزفي انت كيضحش قواغات واش نحشد واحد رمضان مبارك للجميع ونتمناهم دي صفه ربي رندان على على خير وبخير اتصو اتزمم و وعيدكم مبارك شنو جنز حبيب النش شنو جني عز خور نش تو خص داك كي الصغار ريجن الاختي نو 3 سنين وتزريق تو تمني ان شاء الله كان غتزوم ما قدي اوروبا وهاني اخذي اوروبا واه واسمحش الظروف التساكم زوم معنا واسمحش الظروف قاسي جن تحية طمقران تحية طمقران تيل أختينا منو السلام عليكم أكم السلام أحمد مش تجيت الحمد لله شي حفظار وغي السعران وغي السعران ايوا اني غاش خذ المستوج وغي السعران الحركة عيانة الخضر خريف واخا ديني ديني جوا حنجان يجمي سنا عزيزي بعدا يروح مزسقا يروح السباحة ويروح جمضين بعدا فهمت وادي الهاشا لا وادي الهاشا قعامين وادي الها فهمت وتمني ان شاء الله في رمضان ان شاء الله مزسق انا كي نغيزوم دانيتا كي نغعيد كي دي عقب غا الوالدين الناس دي عقب غا يماس غا باباس وايد ذا قارة فانس اقشح ما تبغي يروح ذا حارق يروح ذا حارق اقشح نجاري يتا وزوك دي سادور رمضان العام ان شاء الله توحشت توحشت خطا الطاس جيبو الطاس وقمس عزيزي قاو جيبو خذو ماء خذ الزاد دايس وظيفة عرفتي ربي ان شاء الله هذي بان نتمنى يشر خير الشك من موت فكاعدة تقشون في ضعضي رمضان داني تانع ما سيدير كراسي عقا كل شي مجهز إن شاء الله إن شاء الله نتمنى لنشين مانا يديري ستسا وانت ديري نيوذا انت ديري الاستقبال ديري نتمنى مانا إن شاء الله هو من داش غيني خنش تسمى حاليا الأسرين والحمد لله وليه الحمد تسمى ما رقينا كيدي توري ماشي وكيدي تسمى وفكي دخل هذي جن مدي إلا يمدوكر المهم دوكا رخوقا من داش غيني خو العداد تسمى العداد وعلي 37 عام تسمى يجنو التصني حرم واه ايوا اللي غاش كره وكل شيء مالي الجواب انا مفقديني بدوك الخوقه تواريين اللي كنستعضوهم زوج وشنو وين نخو اني التسعينات وشنو وين موالفين نخدم تعاود وتجيبو ديك واه كوريجن تسمى الصدقه الناس كوريجن دوينا شكون دقيقه تواري عادي بابا اني جا بابا قديم ريتش بالله عن خاس الحدود مسكين واه اللي هو يخصبو ديال ساكن وزار رمضان لا واش غايق ديالش قال خدمت واه خدمت توحشت واه ضروري واه زي كورونا سكسي جنت براتي ايوا خصني نروح وحش خشاك نتمني كي نختي لي رمضان يديك ان شاء الله هذه المجهود ان شاء الله هذا ميخزا ايوا هذه ري مليح وها اين ايوا العائله كلها كنشتاقوا ندوزوا مع رمضان ولكن الظروف هي اللي ما كتسمحش نيت الانسان باش يدوز رمضان يعني كتكون هناك ظروف عمليه ولا سميتو هي اللي ما راهمش معاك هنا في لا العائله بعيده عليا واه بعيده انت ما ديرش شي مبادره ودوز معاهم رمضان ايوا ان شاء الله كنقول
ولكن الخير في ما اختاره الله. ما عنديش لا سميتو دابا حاليا باش نمشي للبلاد. ما عندكش الامكانيات؟ ما عنديش امكانيات. لا ما عنديش امكانيات والو. نطلب الله يدخل عليك هذا رمضان بالخير وبالامكانيات متعدده ان شاء الله. شكرا جزيل الشكر، تبارك الله عليكم. العزيز عليا هو الوالدين. والدين مده ديما دوزنا معاهم يعني رمضان، حيت لا ماشي كورونا، حيت كنمشي ندوز التراويح في المساجد امام وهذه، ولهذا يعني كتفرقنا شويه ديال الظروف. يعني انت دابا عندك العلاقه وطيده مع المصلين في رمضان، ولكن الفرصه باش تكون مع الوالدين ديالك ما كاينش، ما تسمحش لان الظروف ما كتسمحش. معك هنا في الناظور؟ لا، حيت انا ماشي ولد الناظور، فهمت؟ انا شمالي من الشمال. وفي رمضان كنمشي ندوزو التراويح في المساجد. والعيد كتعيد معاهم بعدا اذا داز رمضان؟ ماشي مشكل نقولوا. لا ماشي مشكل، بعض الاعياد كنعيد وبعض الاعياد ما كتسمحش الظروف. نطلبوا الله شي دعوه، يلاه منين نختموها بك الامام ديالنا تعطينا شي دعوه في هذا رمضان هذا. نطلب الله ييسر على الجميع ويوفق الجميع. ونطلب الله تبارك وتعالى ان يبلغنا رمضان ان شاء الله. ايه بيان سور، خصوصا في هاد الظروف ديال كورونا ودوزون ديال ليبيديمي، ما نظنش بالله شي اسره في المغرب ولا في العالم يمكن كاع ما عندهاش هاد البروبليم. يعني مع السفر ولا صعيب ولا دونك نعتقد بالله لا ماجوريتي ديال الناس كتشارك. انا بيرسونالمون كذلك، كاين افراد العائله، كاين القراب وكاين اللي بعاد، كاين القراب بزاف اللي الظروف خلاتهم مثلا في اوروبا ولا، واخا دابا تفتح الحدود كي يخافوا. ما كاينش شي واحد سبيسيال على قلبك؟ شي واحد كنت كدوز معاه رمضان يمكن كل عام هاد الحاجه؟ ما كاينش. اييه الاخ ديالك يمكن، الاخت يمكن. الاخ ديالي. اييه الاخ ديالي. اييه الاسم ديالو محمد. بارك الله فيك، راه في لازي دابا. ونتمنوا يحاول ان شاء الله يحاول يهبط ويجي يفرحك ويدوز معك رمضان. افيك بليزير، شكرا جزيلا.